لا أحد من الناس يا إخوة أيها الإخوة الأفاضل يقول لا أحد من أهل الإسلام قاطبة مش فقط الأشاعرة والماتريدية على فكرة هذه من حجج التيمية والوهابية يقولون أن الأشاعرة والماتريدية وغيرهم نفوا الاستواء لا أحد على ظهر الأرض نفى الاستواء لكنهم اختلفوا في أن الاستواء ما هو أتباع ابن تيمية يقولون الاستواء الوارد نصا في القرآن هو معناه الجلوس والقعود الأشاعرة يقولون الاستواء الوارد لا أحد نفى الاستواء يا إخوة من نفى الاستواء كفر لأن الاستواء ورد في القرآن من الذي ينفي ما جاء في القرآن لا أحد على ظهر الأرض من المسلمين ينفي الاستواء الخلاف أيها الإخوة الأفاضل ما هو هكذا يجب أن نفكر الاختلاف إنه هذا الاستواء الذي ورد في القرآن ما معناه شوف كيف المسألة صارت الاختلاف ليس في التلاوة وإنما هو في إيش في المعنى ليس في أصل التنزيل ولكنه في إيش في التأويل يعني في المعنى فلا أحد على ظهر الأرض ولا ابن تيمية ولا الأشاعرة ولا أحد على ظهر الأرض من المسلمين نفى أن الله سبحانه وتعالى استوى الخلاف وقع بينهم إن بعض المسلمين يقولون استوى معناها جلس بعض المسلمين يقولون لا استوى معناها تم ملكه وتدبيره على العرش باختصار يعني استولى بعض الناس يعبرون عنها باستولى لكن لا أحد من المسلمين قالوا الاستواء لم يرد في القرآن وإن الاستواء هذه أصلا استيلاء يعني الكلمة نفسها ليست استواء بل هي استيلاء ما أحد يقول بهذا لا أحد على ظهر الأرض يقول بهذا لكن للأسف نرى كثيرا من أتباع ابن تيمية للأسف يتصورون في أنفسهم يعني صدقا أو غير صدق إنهم فعلا الأشاعرة ينفون نفس الاستواء أنحن ننفي أن يكون الاستواء بمعنى الجلوس ما أنا قلتها بصراحة ننفي أن يكون الاستواء بمعنى الجلوس وصدقوني أيها الإخوة الأفاضل لم يأتي في اللغة العربية أبدا أبدا أن الاستواء معناه الجلوس أبدا أتحدى أي واحد على ظهر الأرض إنه يقول لي أن الاستواء معناه الجلوس هيك الاستواء يعني استوى معناه جلس لا يوجد ولن تجد ولن يوجد الذي ورد فقط أنا مرة حكيت في دورة أو في مؤتمر عند الماليزيين بهمش خلينا نحكي هيك على بساطة واحد سألني نفس السؤال اللي بيسألني عنه الأخ أنا مرات لما أسأل الواحد وكذا لأنه بعرف أنه كثير من المعلومات مخربطة فعندما تسأل يا شيخ يونس بدك تحرر المعنى عشان ما تمشيش معه استوى بعدين اليد بعدين الساقع لا خلينا في إشي واحد ما هو إذا حررت القاعدة خلص انتهت المسألة واحد بيقول لي الاستواء هو الجلوس بقول له كيف الاستواء هو الجلوس اللغة العربية ليس فيها أبدا أن الاستواء هو الجلوس أحكي لكم بالضبط كيف المسألة أنتم في الصلاة تقولون استويت قائما صح مش الإنسان يركع حتى يستوي مش هيك في الفقه يا مش انت حنفي مش في الفقه بيقول يهبط حتى يستوي راكعا ثم يقوم حتى يستوي قائما تمام ايش يعني يستوي راكعا يعني يجلس لا ايوه يتم ركوعه شوف كيف ايش يعني الركوع انحناء الظهر هكذا هيك مش تمام الركوع هيك مش تمام الركوع هيك مش تمام الركوع هيك تمام الركوع شوف كيف حتى يستوي حال كونه راكعا راح كيف يعني بعباره اخرى حتى يتم ركوعه شوف كيف المساله طب يقوم حتى يستوي قائما هيك مش مستوي قائم هيك استوى قائما ايش يعني يستوي قائما حتى يتم قيامه وعشان هيك بيعبروا فيها في الفقه عن هذا المعنى حتى يعود كل عظم الى محله مش هيك في الفقه بيقول هاي معنى الاستواء تمام القيام تمام الركوع طيب واحد مش مصدق هذا الكلام بدنا نحكي له هالشغلة الآن أنا بدي أقوم ماشي الحال هاي قمنا ماشي الآن أنا هيك مستوي قائما لا أنا لسه أقوم ها هيك استويت قائما شو أنا يقال عني في اللغة العربية هكذا باللغة العربية باستعمال العربي أنا استويت قائما يعني تم قيامي شوف الآن بدي أجلس لاحظ كيف المسألة الآن لم أستوي جالسا يعني لم يتم جلوسي الآن هكذا لم أستوي جالسا يعني لم يتم جلوسي
هكذا شوف كيف استويت جالسا استويت جالسا يعني تم جلوسي. لاحظ الاستواء ايش معناه كان التمام تمام الهيئة التي أضيف إليها الاستواء أو التي أضيفت إلى الاستواء. هنا ماذا تفيد العلا إذن؟ هسا بحكي لك خليني أول إيش على الاستواء بعدين على العلا تمام؟ شوف هذا السؤال منطقي تماما مرتب. استوى في اللغة العربية معناه تمام الشيء ومنه واحد زائد واحد يساوي اثنين يساوي ما هي استواء. استوى معناه تم يعني استوى طرفي المعادلة استوى يعني تم المعادلة والموازنة بين طرفي المعادلة هاي معنى يساوي. أحكي لكم كلمة أخرى الطبيخ مش أنتم بتطبخوا يا بنات ولا فيش حدا منكم تطبخ شباب بتطبخوا أكيد تطبخوا أنتم بتقولوا باللغة العربية استوى الطبيخ. إيش يعني استوى الطبيخ يا شيخ؟ تم ونضج. بتروح تسأل أمك أنت وهي بتطبخ لسه الطبيخ لسه مش مستوي تقول لك بدي آكل يا أمي تقول لك تقول لك إيش لم يستوي الطبيخ. إيش يعني لم يستوي؟ يعني لم يتم طبخه ليس لم يجلس يعني. مش لم يجلس. الاستواء تمام الشيء تمام الهيئة التي أضيف إليها الاستواء أو أضيفت هي الاستواء أو جعلت هي إيش من حال الاستواء أو الاستواء حالا لها كلها ما في مشكلة في التعبير لأنه هذا كله مبني على تقديرات إعرابية. فإذا لا يستطيع أحد أيها الإخوة الأفاضل أن يأتي ويقول إن الاستواء في اللغة العربية مجردا هكذا معناه جلسة. حتى استوى زيد جالسا الجلوس ليس الاستواء بل الاستواء تمام الجلوس فالاستواء ليس معناه الجلوس. الآن إحنا بكل بساطة بنسأل لو انتقلنا من هذا التحليل اللغوي ورجعنا شيئا إلى الآية يقولون ابن قيم الجوزية في نونيته يقول للاستواء أربع معاني صح؟ منها قعد وجلس واستقر وعلى ولا واحد من هذه المعاني معنى الاستواء ولا واحدة من هذه المعاني الأربعة لها معنى الاستواء في اللغة العربية. الاستواء في اللغة العربية هو تمام الشيء والعلو المأخوذ من أني أنا استويت على الكرسي من كلمة على وليس من معنى الاستواء. لا يوجد أصلا في اللغة العربية بمعنى أن الاستواء تماما هو الارتفاع بل الاستواء على الشيء الارتفاع جاء من كلمة إيش؟ من كلمة على. شوف كيف؟ استوى الهاتف على تمام؟ على يعني ارتفع عن الكرسي الآن فوق الكرسي. شوف كيف المسألة استوى على هنا لم يستوي على استوى على استقر على يا فوق. الاستواء ليس هو العلو بل العلو جاء من إيش؟ من كلمة حرف الجر. لأن لما تحكي استوى على سوقه إيش استوى على سوقه؟ يعني تم نباته على سوقه. ما وين بده يتم نبات النبات؟ على سوقه على سيقان النبات تطلع الثمر. استوى تم نضج على سوقه على سيقانه يعني تمام؟ مش على تم نضجه ونباته ووصل إلى أكمل هيئته على سوقه. لاحظ كيف المسألة استوت على الجودي. لاحظ كيف استقرت مع أنه هو موجود على الساق من قبل الاستواء. بارك الله فيك لكن استوى. لاحظ كيف المسألة استوت تم نضجه على سوقه. لاحظ استوت على الجودي. إيش يعني استوت السفينة؟ استوت على الجودي. إيش يعني استوت؟ استقرت على الجودي. إيش يعني على؟ يعني تم كونها على الجودي. كيف فهمنا انها هنا على؟ لانه هذا جسم وهذا جسم فالاستواء طبعا استقرار بده يصير هنا. لكن من اين فهمنا الاستواء على الجودي انه استقرار بالمكان؟ لاننا نعرف ان السفينه لا تستقر الا على مكان وان الجبل على مكان والايه خبرتنا انه في واحد متمكن واحد متمكن عليه واحد ركب واستقر فوق الثاني خلاص انتهت المساله. لكن في قول الله سبحانه وتعالى في الست مواضع التي ذكر فيها آيات الاستواء والموضع السابع اللي هو في سورة الرحمن هل ورد في آية واحدة في شبه آية في طرف من أطراف الآية طرف من أطراف الآية أن الاستواء هو الجلوس؟ يستحيل أبدا لم يرد هذا. كل آيات الاستواء ورد فيها ثم استوى على العرش يدبر الأمر. شوف كيف المسألة
إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. ما حكى إنه استوى على العرش جالسا. طب ما الذي استوى؟ استوى تدبيره للأمر. طب ما كان مدبرا للأمر؟ ما هو ما كان خالقا بعد. إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض ثم بعد أن خلق استوى تدبيره. تم تدبيره، تم تدبيره بعد أن تم خلقه 100% الآية صحيحة. فمن أين جئتم بمعنى إنه استوى على العرش جالسا وقاعدا ومماسا وفي جهة؟ من أين؟ آية أخرى، ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج من استوى يعلم. لاحظ إيش أيها الإخوة، استوى يعلم، ما قال استوى جالسا ولا استوى يقعد، استوى يعلم، يعني استوى مدبرا عالما. لاحظ كيف المسألة، حال مبين إنها حال، مبين إنها حال. لذلك لما جاء الرجل إلى الإمام مالك وقال له يا أبا عبد الله مظبوط، قال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ إيش الإمام مالك قال له؟ الاستواء معلوم، معلوم ذكره في القرآن، والكيف غير معقول. شوف كيف، وما أراك إلا مبتدعا. إيش يعني ما أراك؟ هو الزلمة إيش عمل بهمش؟ سأل، لكنه يسأل عن شيء متقرر في نفسه، لأنه أثبت الكيف ثم سأل عن تعيين صورة من صوره، لأنه قال له كيف استوى، وكأنه اعتقد في قرارة نفسه أن هناك كيفا، فهو يسأل عن تعيين هذا الكيف. لذلك الإمام مالك قال له أنت مبتدع، مش هيك الاستواء. ولذلك ورد عند أكثر من واحد من السلف والكيف غير معقول، ورد عن كثير من السلف بلا كيف. بيجي ابن تيمية بيقول بلا كيف نعلمه، من وين جبت نعلمه؟ يأتي الإمام أحمد بن حنبل يقول بلا حد، ابن تيمية بيقول أراد بلا حد نعلمه، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى له حد يعلمه هو ولا نعلمه نحن، نحن ما علمنا إلا الحد الذي من تحت وهو العرش. كذب هذا القائل، هذا كاذب ليس صحيحا. ومن قال إن الاستواء هو الجلوس كذب، لأن الاستواء ليس هو الجلوس. ومن قال إن الاستواء هو الاستقرار كذب، لأن الاستواء ليس هو الاستقرار وليس هو أبدا أبدا، كل هذه توهمات. ثم يحاولون أن يلزموا مش أهل السنة، المسلمين جميعا، ثم يحاولون أن يجعلوا هذه المسائل إيش؟ امتحانا، امتحانا للخلق. يأتي واحد لا يعقل ما يقول ويسأل أين الله؟ أين الله؟ امتحان، أنت بتقدم عنده امتحان، إذا جاوبته صحيح شفت كيف؟ تنجح. وبيقولوا لك الجارية، الجارية، الجارية كانت عجماء، الرسول صلى الله عليه وسلم سألها عن نفسه وسألها عن ماذا تعبد، هل تعبد الآلهة التي في الكعبة؟ إيش الجارية العجماء التي لا تحسن الكلام باللغة العربية إيش بدها تحكي له؟ بتأشر إلى السماء، يعني إلى العلو المطلق. ومن نفى من المسلمين العلو المطلق؟ يأتي واحد من أتباعهم يقول وهو العلي العظيم إثبات للجهة، كذب، ليس إثباتا للجهة بل إثبات للعلو، والعلو ليس بجهة، الله سبحانه وتعالى علي بذاته قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق، وهو العلي العظيم، هو عظيم وعلي قبل أن يخلق ومع خلقه وبعد أن يفني جميع خلقه، ولم يستفيد العلو من خلقه للخلق، فالعلو صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. فمن قال إن علو الله بجهة كذب على الله، لأنه جعل شرط علو الله أن يكون في جهة نسبية وإضافية لخلقه، وهذا ليس علوا بل هو إيش؟ كأنه مفتقر لأن يكون علوا، مفتقر في علوه إلى أن يخلق المخلوقات، هذا كاذب على الله وكاذب على القرآن، لأن القرآن ليس فيه أن العلو هو جهة، ما ورد في اللغة في الحديث ولا في القرآن، لا في حديث ولا في قرآن، مش فقط في القرآن، لا في حديث ولا في قرآن أن الاستواء جلوس ولا أن العلو جهة، ومع ذلك يصدعون أدمغتنا وأذهاننا ونفوسنا في أن الجهة، الجهة الحد، كأنه شيء منصوص عليه. ثم يكذبون على الخلق فيقولون
ينفي الأشاعرة استواء الله على خلقه، بل ينفي الأشاعرة جلوس الله على العرش. هذا الذي ينفيه الأشاعرة، ويثبتون قولا واحدا أن الله مستوى على عرشه كما أخبر، لا كما يخطر في قلب البشر، لا كما يخطر في قلبك أيها المشبه. باختصار هذه المسألة، هذا هو الذي نقوله، هذا هو الذي يجب أن يقال أيها الإخوة الأفاضل. أما مجرد طنطنتهم وتصديعهم كله كلام أجوى، فليأتي من يأتي يجي يقول لي في وجهي أن الاستواء هو الجلوس، هل يستطيع ابن تيمية أن يثبت ذلك؟ قال وقال ابن الأعرابي، يحتج بابن الأعرابي، قال ابن الأعرابي كان ماشي فشاف واحد قال طلع على سطح المنزل، فقال استوى على سطح على المنزل، فما فهمها. في واحد ما فهم اللغة، العرب في عندهم أساليب في البيان والكذا، إيش يعني استوى؟ بيقول له صعد. طب واحد ما فهمش، لأنه استوى ليس معناها صعد، مش في أصل اللغة صعد، فاستعمالها بهذا السياق صعب عليه، فابن الأعرابي عرفها مثلا، فصار هذا كأنه نص عند ابن تيمية أن الاستواء هو الصعود. يا سلام. طب الاستواء الذي هو كمال لله لا يتم إلا بأن يصعد الله على العرش؟ طب افرض بدوش يخلق عرش، طب افرض أنه قبل خلق العرش ما كان كاملا، ما كان عليا، شو هذا الجنون؟ ما هذا الجنون الذي نتكلم فيه؟ نقص هذا هو عين النقص. لذلك التزم ابن تيمية بصريح عبارته أنه لم يزل مع الله شيء من خلقه، لم يزل مع الله شيء من خلقه، وهذا هو أصل قوله بالقدم النوع إلى العالم يا شيخ، لأن الله يجب أن يكون عليا، ولا يكون عليا بالجهة إلا إذا كان في نسبة بينه وبين بعض مخلوقاته، ففي كل لحظة من اللحظات لازم يكون معه بعض المخلوقات. بديش أحكي لكم قصة طويلة عريضة، لكن كثير من الناس الذين يوهمون أن الوصول فيها أمر عظيم صعب مستصعب دقيق، كله هذا هراء، ليس صحيحا، ولا فليأتي أعلمهم، فليأتي واحد من أعلمهم يا شيخ يجيب لنا من الكتاب والسنة أين أن الله سبحانه وتعالى في جهة. مش أنت بتقول لا ألزمكم إلا بما جاء في الكتاب والسنة، أين جاء في الكتاب والسنة الحد؟ أين جاء في الكتاب والسنة الجهة؟ أين جاء في الكتاب والسنة أن الاستواء معناه الجلوس؟ أين جاء يا أخي؟ طب لماذا تجعل جزءا من عقيدتك التي تلزم، مش الذي تلتزم بها أنت، يا ريت تلتزم بها أنت وحسابك على الله، لكن تلزم بها الخلق، أن الله علي بمعنى في جهة، ومستوى بمعنى جالس، وإلى آخره، من أين هذا؟ ثم تدعون أنكم لا تقولون ولا توجبون على الله سبحانه وتعالى، توجبون على الناس إلا ما جاء في الكتاب والسنة؟ هذا ليس صحيحا، أعذروني إن أطلت، لكن هذه مسألة للأسف يعني ستبقى معنا إلا إذا خرجنا من ربقة هذه الظروف التي يجعلوننا نعيش فيها، نخاف من التفكير. يقولوا لك هذا بضلوا يناقش، بناقش إيش وأنا قاعد بهمش بحكي طلصمة ولا سحر؟ أنا بسألك سؤال صريح، هل الاستواء معناه الجلوس؟ مش معناه الجلوس. من وين بتقول لي إنه معناه الجلوس؟ هل العلو معناه جهة؟ أنا كلامي صريح، أنت اللي كلامك ملوي، أنت الذي كلامك منحرف، أنت الذي يجب عليك أن تأتي بدليل، مش أنا. أنا أقول العلو علو يليق بذاته، أن لنا كيف لنا أن نتصور علو الله؟ لا نستطيع أن نحيط بعلو الله، لكن هذا علو هو صفة لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم.